عليكم مشاهدينا، معكم هيا مشرفي ومرحبا بكم على قناتكم المفضله لالا مولاتي. اليوم احنا متواجدين بعاصمه المغرب مدينه الرباط، وبالضبط في مهرجان الدولي للسينما المؤلف بالرباط. لو بغيتوا تعرفوا على التفاصيل ديال هذا المهرجان وعلى اختتام ديال هذه الدوره هذه وعلى الفنانين اللي حاضرين معنا، خليكم معنا ما تمشيو لي. فينا لا المهرجان الان في اليوم الختامي ديالو. المهم هو انه كانت الافلام جيده من المستوى الجيد بشهادات الجميع، والان في هذا الختام كانت قاعه كلها ممنوعه عن اخرها، وحقيقه الجمهور الرباطي والجمهور المغربي استمتع بكل الافلام التي قدمناها والدروس التكوينيه اللي كانت في القاعات والماستر كلاس، فكان موفقين حسب كل الملاحظين، والكل يهنينا كل يوم لا عن طريق الاعلام. وحنا الا كانت شي اخطاء لا بدات الا كانت نطلبوا المسامحه منها، ولكن اعتقد اننا كنا في مستوى جيد والكل فرحان معنا. واه نقول لك ما كتبش نحضروا لهذا المهرجان، يعني كتب نحضر هذا النهار الاخير ومناسبه ديال التكريم ديالي. سعيده جدا لان ثقافه الاعتراف دائما كيفرح بها الفنان ولا اي واحد دار اي حاجه زوينه، كيبغي شي واحد يقول له راك خدمتي مزيان، درتي هذه الحاجه مزيانه. يعني ثقافه الاعتراف احنا محتاجين لها، وشكرا لمهرجان الرباط، شكرا على المشرفين على التنظيم اللي فكروا فيا. الله يبارك فيك. بشكل عام كنحضر كل سنه المهرجان سينما المؤلف، هذه السنه ما حضرتش من الاول لانني عندي واحد التصوير. من المهرجانات المهمه في المغرب واللي كتعتمد على تيما ديال سينما المؤلف، وكيحضر لها مجموعه ديال الفنانين من المغرب ومن خارج المغرب. كتميز كذلك بواحد الجوده على مستوى الماستر كلاس وعلى مستوى الضيوف المهرجان. انا لسوء الحظ ما قدرتش اني نحضر المهرجان من الاول، حضرت لي غير في النهايه ديالو، وجيت باش نتعرف على هذا المهرجان لان سي فغي عنده سنين 27 عام ماشي سهله، تبارك الله. هذا ان دل على شيء انما يدل على النجاح ديالو والتالق ديالو، وجيت باش نحضر التكريم ديال صديقه العمر ديالي نورا السقلاي. اولا شكرا لكم على الاستضافه. الحضور ديالي هو حضور جد متميز في هذا الاختتام هذا، لانه بكوني من بين المكرمين في هذه الدوره هذه وفي الاختتام، فانا جد سعيد بهذا التكريم هذا في مهرجان كبير، مهرجان اللي عنده تاريخ، مهرجان اللي حضرت ليه وانا باقي طالب وداز دابا تقريبا 27 سنه، ففرحان بهذا التكريم هذا، جد سعيد. وهذا التكريم ماشي غير لي انا، وهذا التكريم التفت جميع الفنانين. انا فرحان بزاف نكون في المهرجان الدولي صراحه، هو من المهرجانات الثقال واللي كنفتخروا بهم، وكان سبب الحضور ديالي هو كان الفيلم ديال عبد ضمن المسابقه ديال المهرجان. بالنسبه للوجود ديالنا في مهرجان مدينه الرباط، صراحه اول مره غنحضر لهذا المهرجان، داز رائع جد رائع صراحه، ما سخيناش بهذا الاسبوع. اليوم كاينه لا كلوتور وغيكونوا النتائج ديال الافلام الفائزه في هذه الدوره اللي هي الدوره 27، فكنتمنى التوفيق لجميع الافلام المشاركه وكذلك الفيلمين السينمائيين اللي شاركت فيهم، الاول بعنوان حبيبه للمخرج حسن بن جلون، والفيلم الثاني بعنوان العبد للمخرج عبد الاله الجواهري. كنتمنى التوفيق للجميع وشكرا. صراحه الفستيفال داز بيان، اون ايتي بيان اكيلي
الجزائري. اليوم لا كلوتور ما سخيناش، كنتمنى التوفيق لجميع الافلام المشاركه، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله في الدوره الماجيه. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.